بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألتنا النهاردة اسمها distinct number. المسألة بكل بساطة بيقول لك انه هيديك مجموعة ارقام، شوية ارقام كده هيديهم لك، عاوزك تعد لي الارقام ديت، بس الرقم المتكرر ما تعدوش تاني. لا مش فاهم اي حاجة، هقول لك هفهمك بالراحة. بيقول لك هنا اداك ثلاث ارقام اللي هو 1 2 2، عد لي الارقام بس لو في رقم اتكرر ما تعدوش تاني. تمام، 1 2 كده معايا ايه؟ معايا رقمين، ادي الرقم ده والرقم ده. طب 2 تاني؟ لا مش هعد، اذا الناتج 2. اظن ما فيش اي شرح للمساله اكيد يعني. تمام، تاني ناخد اكزامبل كمان. لو قلت لك معاك خمس ارقام دول هعدهم، ادي 1 2 3 4، تمام ما فيش تكرار لغايه دلوقتي. طب تسعه؟ لا ما ينفعش، لان تسعه جت قبل كده، اذا هم اربع ارقام حط باربعه اهو. حلو حلو. هتحل المساله ازاي ككود؟ بكل بساطه انا كل اللي هعمله انا خدت الايه؟ مجموعه الارقام اهم هرتبهم، هقول له 1 2 8 9 9، تمام. هقعد اعد، انا اول كده كده اول رقم هيكون معايا، اكيد اول رقم هيكون معايا في الكاونت، يعني لو عندي متغير اسمه كاونت بيعد يبقى كاونت ايكوال واحد. ليه؟ كده كده اول رقم هيكون معايا لان مفيش ارقام قبليه، اذا ده اول واحد هيكون في المجموعه بتاعتي. فاهمني؟ يعني انا اللي اقصده ان اول رقم عندي، اول رقم عندي اكيد اكيد هيتعد لان مش قبليه ارقام، اذا ده اول رقم اتذكر. تمام؟ هروح على الاثنين هتشيك، والله لو الاثنين زي اللي قبليها مش هحطه. يعني لو في هنا مثلا لو دي واحد، هل لو دي واحد هعدها؟ لا. اذا لو واحد زي اللي قبليها لا طبعا مش هعدها. طب لو اثنين هعدها، يبقى هنا ايه؟ هنا اثنين. تمام، نروح على الثمانيه، هي الثمانيه زي اللي قبليها؟ لا طبعا. اذا هعدها معايا، تبقى ثلاث ارقام لغايه دلوقتي. طب التسعه زي اللي قبليها؟ لا طبعا، يبقى اربعه. تمام، نروح على التسعه الثانيه زي اللي قبليها؟ ايوه مش هعدها. طب ايه الفكره؟ الفكره ان انا رتبتهم، فانا لما ارتبهم واتشيك كل رقم على اللي قبله اكيد هيكون زيه، لو هو موجود يعني هيكون زيه، يعني التسعتين دول مش انا رتبتهم جم ورا بعض، فلو التسعه ديت زي اللي قبليها مش هعدها. اذا الترتيب مع ان انا تشيك يعني على الرقم ده على اللي قبله هيلخص لي الحوار كله. حلو، اذا برتب وببدا اتشيك، اول واحد كده معايا ابدا اتشيك من الثاني، هل ده زي اللي قبله؟ لا طبعا بعده، لكن لو ده الواحد هما مترتبين فالواحد زي اللي قبله مش هاخده معايا. نيجي نشوف. اول حاجه هستقبل اقول له انت سايز وسي ان سايز. حلو حلو. بعد كده هعمل انت اي ار ار اوف كام. خلينا نروح في المساله هتلاقي ان هنا 10 اس 3. تمام، لو رحنا فوق عملنا كونست انت اس ايكوال 10 اس 3 يعني 1000، خلينا 1000 اهو ما فيش مشكله. هقول له ايه؟ اريو في الاس، طبعا الكونستانت يعني قيمه ثابته مش بتتغير. السايز عندي قيمه ثابته 1000 زي ما هو مديني في المساله. تمام، عرفت ايه؟ اري وفي الاس. تمام، هعمل فور لوب انت اي ايكوال 0، اي اقل من ايه؟ اقل من الاس، اي بلس بلس اقل من السايز قصدي. هو كده انا عندي اري، عشان برضه اوضحها لك، عندي اري فيها اماكن كتيره اللي هو 1000 مكان، بس انا مش محتاج منهم غير سايز معين اللي هو ايه؟ وليكن 3 سايز، فهيروح اول مكان وتاني مكان وتالت مكان، ماليش دعوه باللي باقيين ورا. انا عاوز احجز من السايز الكل بتاع الاس ده، احجز منه سايز معين هو هيديهولي. تمام، هقول له سي ان اي ار ار اوف الار لغايه ما اوصل للسايز. خدت القيم بتاعتي، هبدا اعمل سورت. اهو سورت منين لمنين بقى؟ بص، من ايه؟ من الاي ار ار لغايه الاي ار ار بلس سايز. ليه بلس سايز؟ عشان لما اجي ارتب، يعني انا حطيت هنا مثلا ايه؟ 9 و5 او 4 مثلا و5، تمام، وعندي السايز 3، فدخلت الارقام دول، دخلت الثلاث ارقام دول، انا عاوز ارتب دول بس عشان الارقام دي اللي تكون هنا، ما هي دي بتاخد انيشال بزيرو، ممكن تاخد زيرو، ممكن تاخد جاربج داتا وليكن رقم زي ده،
فانا مش عاوز اشتغل على الارقام دي، انا عاوز اشتغل لغايه هنا. فبقول له رتب لي الاري وقفل عند الاري بلس سايز. الاري بلس سايز يعني 3، هياخد 1 2 3 ويرتب ايه؟ ويرتب دول. تمام. بعد كده هاجي هعمل انت كاونت. طبعا قلنا الكاونت هيبدا بواحد. تمام. ليه هيبدا بواحد؟ لو قلت لك اول رقم انت بعد ما رتبت خلاص اول رقم كده كده معاك، فالكاونت بيبدا بايه؟ ب1، انك انت كده عديت اول رقم. طبعا انت عارف ان الاري زيرو اندكس، يعني ده 0 1 2 3 4. تمام. فانا خلاص كده لما اجي تشيك مش هتشيك على اول واحد، اول واحد كده كده عديته لانه اول واحد في المجموعه، هبدا من الثاني اللي هو اندكس ايه؟ اندكس واحد. فهقول له ايه؟ هقول له فور لوب، هقول له انت اي ايكوال واحد، هبدا من واحد اي اقل من السايز واي بلس بلس. اذا كده هبدا من ايه؟ هبدا من ده، هبدا من اندكس واحد اللي هو الاثنين. ابدا اتشيك بقى، هقول له اف، والله هقول له اف، بص بقى معايا، الاري اوف الاي نوت ايكوال الاري اوف الاي ناقص واحد، كده اتشكيت على ايه؟ قلت له لو الاري اوف الاي اللي هو اوف الواحد، تمام، اللي هي الاثنين، مش بتساوي الاري اوف الاي بلس 1 اي الاي بواحد، واحد ناقص واحد زيرو اللي هي اللي قبليها اللي هو الواحد، لو مش بيساوي بعض اذا هقول له كاونتر بلس بلس لانه مش بيساوي بعض، اذا هعده. طب إلس لو لقيتهم بيساوي بعض، يعني لو لقيت ديت بواحد اذا واحد بيساوي واحد مش هعدها، تمام، هقول له ايه؟ مش هعدهم، مش هعمل حاجه، تمام. وفي الاخر اطبع ايه؟ اطبع سي اوت كاونت، كنترول ايه كنترول سي، وابدا اعمل ايه؟ سبميت. اهو نبدا بس نشوف هل هيجيب مشكله رونج انسر في ايه؟ في تيست 102. ركز معايا ليه جاب لك رونج انسر؟ بيقول لك افرض دخلت لك زيرو، ما انا لو دخلت لك زيرو، يعني لو انا دخلت لك زيرو اللي هو السايز اصلا، اذا اصلا ما فيش اري، فهمني؟ اصلا ما فيش ايه؟ ما فيش اري، الاري بزيرو. فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ اف السايز ايكوال ايكوال زيرو، هقول له سي اوت زيرو واعمل ريتيرن. ليه اعمل ريتيرن؟ اعمل ريتيرن عشان ما يكملش الكود اللي بعديه، لان في حاله السايز بزيرو النتيجه هتكون زيرو، لان مفيش اصلا اري، النتيجه بزيرو. كنترول ايه كنترول سي، ونعمل سبميت تاني وان شاء الله دي يبقى اكسبتد. تمام، اكسبتد، مفيش اي مشكله، لكن لسه المساله ما خلصتش، لسه محتاجين نقسم الموضوع لايه؟ نقسم الموضوع لفانكشن. تمام، لو بدانا من هنا هتلاقي ده انت سايز، وديت بقى ايه؟ بهندل حته السايز بزيرو مفيش مشكله، وهنا بستقبل الداتا مفيش مشكله. اذا عندي فانكشن بتحسب الكاونت، عندي فانكشن ايه؟ بتحسب الكاونت. فانا هاجي هنا اقول له ايه؟ اقول له انت كاونت، كاونت ايه؟ كاونت وخلاص مفيش مشكله، او كاونت نمبر ايا كان الاسم. بتاخد هنا array وفي الايه؟ array ar of الاس، وبتاخد size. تمام؟ تمام، لو جينا تحت هنا هجيب دي اهي كنترول اكس واحطها ايه هنا. اذا اللي انا محتاجه هنا محتاج السايز اهو، ومحتاج الاري. هل محتاج حاجه ثانيه؟ لا طبعا، الكاونت ده متغير انا معرفه عشان ابدا ايه اكاونت، وفي الاخر اعمل ريتيرن للكاونت. اظن الموضوع ما فيهوش صعوبه، قلت لك بتعمل اكستراكت للكود من هنا وتحطه ايه؟ هنا في فانكشن، وتشوف هو محتاج ايه، تحطها كبارامتر وتشوف هو بيرجع ايه، انت كاونت، خلاص الموضوع انتهى. لما اجي هنا بدل الكاونت دي هقول له كاونت نمبر، واديله الاي ار ار والسايز. نرن، هنا مشكله، اه انت سايز المفروض في انت سايز. نرن، ما فيش اي مشكله. كنترول ايه كنترول سي، ونبدا نعمل سبميت.
اكسبتد ما فيش اي مشكله وكله تمام 10 على 10. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه او مش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.